مساء الفل. خلال أول 4 أيام من شهر أكتوبر الحالي، شهد سوق السيارات المصري ارتفاع في الأسعار الرسمية لمجموعة كبيرة من العلامات التجارية اللي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الانتشار والمنافسة محليا. وضمت قائمة الزيادات السعرية الأخيرة دي علامة MG الصينية اللي حققت نجاح وانتشار كبير من يوم وصولها للسوق المصري لحد النهاردة، وده بفضل طرازاتها المختلفة والمتنوعة واللي بتستهدف شرائح مختلفة من العملاء. في يوم 1 أكتوبر الحالي، وكيل علامة MG المنصور للسيارات أعلن عن زيادات سعرية رسمية على كل الطرازات MG موديل 2022 باستثناء الـ HS، لأنها كانت زادت بالفعل في شهر أغسطس اللي فات. الزيادات السعرية شملت الطرازات السيدان زي الـ MG 5 والـ MG 6 وطرازات الـ SUV زي الـ ZS والـ RX 5. نبدأ بقى باستعراض الزيادات في الأسعار مع الـ MG 5 الأكثر انتشاراً بين طرازات السيدان واللي حققت طفرة في مبيعات السيارات صاحبة المنشأ الصيني على مستوى سوق السيارات، وكانت العربية الأكثر مبيعاً بين السيارات الصيني خلال 7 شهور الأولى من 2021. MG 5 زادت في موديل 2022 بقيمة 5000 جنيه على فئاتها الثلاثة، علشان تبقى أسعار الفئات الثلاثة بعد الزيادة كالآتي: الفئة الأولى ستاندرد بسعر 233,000، الفئة الثانية كومفورت بسعر 253,000، وأخيراً الفئة الثالثة لاكجري واللي تعتبر الأعلى تجهيزاً بسعر 273,000. MG 5 بتطرح في السوق المحلي بمنظومة حركة مكونة من محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي مع نقل حركة CVT أو متغير مستمر. المنظومة دي بتولد قوة حصانية 120 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مع متوسط استهلاك بنزين بيوصل ل 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر العربية بتمشيه. العربية الثانية هي MG 6 واللي برضو زادت أسعارها أول أكتوبر بعد شهر واحد من آخر زيادة رسمية كان تم الإعلان عنها في نهاية شهر أغسطس اللي فات. قيمة الزيادة الجديدة وصلت ل 7000 جنيه على فئات العربية الثلاثة، علشان يبقى السعر الرسمي لـ MG 6 بعد الزيادة كالآتي: الفئة الأولى ستاندرد بسعر 305,000، الفئة الثانية كومفورت بسعر 320,000، وأخيرا الفئة الثالثة اللاكجري بسعر 335,000 أو 340,000 لو عاوز الفرش يكون من الجلد باللون الأحمر. MG 6 بتتقدم في مصر بمحرك تيربو سعته 1.5 لتر مع نقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بيولد قوة حصانية بتوصل ل 169 حصان وعزم دوران أقصى بيوصل ل 250 نيوتن متر. العربية بتتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في 9.8 ثانية، ومتوسط استهلاك البنزين بيكون تقريبا 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر العربية بتمشيها. العربية الثالثة هي من فئة الـ SUV وهي الـ MG ZS موديل 2022، واللي زادت أسعار فئاتها الثلاثة بقيمة 5000 جنيه على كل فئة، علشان يبقى أسعارها الجديدة بداية من 1 أكتوبر كالآتي: الفئة الأولى ستاندرد 270,000 جنيه، الفئة الثانية كومفورت 285,000 جنيه، وأخيراً الفئة الثالثة لاكجري بسعر 303,000 جنيه مصري. الزد اس بتنزل مصر بمحرك سعته 1.5 لتر ونقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات بقوة حصانية 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن متر. وأخيراً العربية الرابعة وهي برضو من فئة الـ SUV وهي الـ MG الـ RX 5 واللي زادت أسعارها يوم 2 أكتوبر بقيمة 5000 جنيه، علشان تبقى أسعار العربية بعد الزيادة كالآتي: في الفئة الأولى ستاندرد 337,000، في الفئة الثانية كومفورت بسعر 357,000، وأخيراً الفئة الثالثة لاكجري بسعر 387,000. RX 5 فيها محرك تيربو بسعة 1.5 لتر قادر على توليد قوة حصانية بتوصل ل 169 حصان وعزم دوران بيوصل ل 250 نيوتن متر. المحرك ده متوصل بنقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي استعرضنا فيه لحضراتكم أسعار طرازات MG موديل 2022 في مصر بعد الزيادات الرسمية في أسعارها خلال أكتوبر 2021. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد في عالم السيارات.